أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في سنة دراسية جديدة. والآن أعزائي الطلاب سوف نقوم بالتعرف على المادة التي سوف نقوم بدراستها في هذه السنة الدراسية الجديدة، وكل عام وأنتم بألف خير. في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنقوم بالتعريف بسلسلة كتاب من الألف إلى الياء، السياقات العالمية لكل وحدة، موضوع كل وحدة، محتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. إذن هنا هذا الفيديو سوف نقوم بالتعريف كما قلنا على الكتاب، هو اسم الكتاب من الألف إلى الياء، وأيضا هناك أيضا سياقات عالمية وموضوع درس كل وحدة ومحتويات أو محتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. عزيزي الطالب، لقد قمنا باختيار سلسلة من الألف إلى الياء واسمها يدل عليها، لغتنا الأم من الألف إلى الياء هي سلسلة جديدة لتعلم العربية الفصيحة في كتب منهجية جذابة ومشوقة. لغتنا الأم هي الاسم الرئيس الثابت للسلسلة، يبرز وحداتها على تعدد الحلقات واختلافها، ويلبي حاجة ملحة إلى إعلاء شأن العربية. لغتنا الأم لغتنا الرسمية تأكيداً على وظيفتها في حفظ الهوية الوطنية والقومية، وانسجاماً مع دور لبنان منذ بدء النهضة في ريادة تعليم العربية، وفي التوفيق بين الحفاظ على أصالتها والعمل على تطويعها لتكون لغة حياة لحاضر العرب ومستقبلهم. أما بقية التسمية من الألف إلى الياء هي الاسم الفرعي المتغير والخاص بالصف التمهيدي والحلقة الأولى بسنواتها الثلاث، تعبيراً عن التزامنا تمكين المتعلمين من أساسيات لغتهم الأم كلها دون ضياع في التفاصيل، لأن الحلقة الأولى ركن التعليم الأساسي كله الذي هو أساس كل تعليم. إذن ما سبب اختيار سلسلة من الألف إلى الياء وهي لغتنا الأم من الألف إلى الياء؟ إذن هي لغتنا الأم، هي سلسلة جديدة لتعليم العربية الفصيحة، أيضا من كتب منهجية جذابة ومشوقة. ولغتنا الأم عزيز الطالب هي الاسم الرئيس الثابت للسلسلة، ويبرز وحداتها على تعدد الحلقات كما قلنا واختلافها، ويلبي حاجة ملحة إلى إعلاء شأن العربية. لغتنا الأم لغتنا الرسمية تأكيدا على وظيفتها في حفظ الهوية الوطنية أيضا وفي القومية، وانسجاما معها منذ بدء النهضة. أما بقية التسمية كما قلنا من الألف إلى الياء فهي الاسم الفرعي المتغير والخاص بالصف التمهيدي عزيز الطالب والحلقة الأولى بسنواتها الثلاث، تعبيرا عن التزامنا لتمكين المتعلمين من أساسيات لغتهم الأم كل. هنا عزيزي الطالب نتعرف على السياقات العالمية لهذه الوحد. الوحدة الأولى وعنوانها نتحاور ونتشاور. لا، السياق العالمي لها من حيث الزمان، اتجاه من حيث الزمان والمكان، المشاهد والموارد الطبيعية والبشرية. أما الوحدة الثانية الإعلام والأعلام في خدمة الإنسان، الإنصاف والتطوير، القدرة الإنسانية والتطوير. الوحدة الثالثة كان يا مكان، التعبير الشخصي والثقافي، طرق الحياة. الوحدة الرابعة رحلات وألعاب، الهويات والعلاقات، التطوير البدني والنفسي والاجتماعي. إذن هذه السياقات العالمية لكل وحدة كما قلنا، وحدة أولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، من هذه السياقات العالمية. الاتجاه من حيث الزمان والمكان وهي المشاهد والموارد الطبيعية والبشرية، أيضا الإنصاف والتطوير، القدرة الإنسانية والتطوير، التعبير الشخصي والثقافي، طرق الحياة، الهويات والعلاقات، التطوير البدني والنفسي والاجتماعي. عزيزي الطالب، هنا عزيزي الطالب سنتعرف على المحتوى للوحدة الأولى، كتاب من الألف إلى الياء، الدرس الأول في المصعد، الدرس الثاني رحلة على ظهر سمكة، الدرس الثالث الفيل المغرور، الدرس الرابع الشكر للسماء، يا بحرنا، محمية أهدن، بلادي الجميلة. أما القواعد والإملاء فهي أقسام الكلام،
الجملة البسيطة، الأسلوب الإثبات والنفي، الأحرف المتقاربة لفظا، المذكر والمؤنث، الجملة الاسمية، أسماء الإشارة، المفرد والمثنى. هناك أيضا تعبير شفهي وكتابي، منها الحوار، الوصف، وقراءة صورة. إذا هذا سوف يكون في المحتوى للوحدة الأولى من كتاب الألف للياء، مجموعة من الدروس وأيضا قواعد والإملاء. كما قلنا، القواعد هي أقسام الكلام، الجملة البسيطة، أسلوب الإثبات والنفي، المذكر والمؤنث، الجملة الإسمية، أسماء الإشارة، والمفرد والمثنى، والتعبير الشفهي والكتابي، الحوار، الوصف، قراءة صورة. وهناك مجموعة من الدروس كما قلنا، في المصعد، ورحلة على ظهر سمكة، الفيل المغرور، وشكر للسماء، يا بحرنا، محمية أهدن، وبلادي الجميلة. إذا آملا منكم أعزائي الطلاب أن تنال إعجابكم لهذه الدروس. أما الوحدة الثانية عزيزي الطالب، من كتاب الألف للياء، فهي جبلية بوك، كيف يعمل التلفزيون في خدمتك خارج الكتاب، مقابلة مع جورج خيار وجها لوجه. هناك أيضا في هذه الوحدة الثانية جمع المذكر وجمع المؤنث، جمع التكسير، أيضا سيكون هناك الشمسية والقمرية، التنوين، النكرة والمعرفة، الضمير، أيضا ضمائر المخاطبة، دخول آلة التعريف على الأسماء التي تبدأ بهمزة، التعبير الكتابي، الإعلان، الإرشادات، والمقال. هناك أيضا سوف يكون مشروع في هذه الوحدة الثانية، وكتابة صحيفة، أيضا النصوص المرئية، إيجابيات وسلبيات الإعلام. أيضا في هذه الوحدة كما قلنا، مجموعة من الدروس، القراءة، قواعد وإملاء، تعبير كتابي، وأيضا مشاريع أعزائي الطلاب في هذه الوحدة. أما الوحدة الثالثة عزيز الطالب، حمار صغير لكنه ذكي، أفكاره سلحفاة، حديقة نهر، الأطفال يعانقون الأشجار، نتائج الحقد، غوة المدللة، سر النجاح، بائعة الحلوى. قواعد إملائية ستكون دلالة الفعل الزمني، الفعل الماضي، الجملة الموصولية، كتابة التاء، أسلوب الطالب، الأمر والنهي. نصوص مرئية، بائعة الحلوى المجتهدة، الخاتم العجيب. إذا هنا أيضا بهذه الوحدة مجموعة من دروس القراءة، وقواعد إملائية، فعل ماضي، جملة موصولة، كتابة التاء، أسلوب الطالب، الأمر والنهي. أيضا سوف يكون هناك نصوص مرئية كما قلنا، بائعة الحلوى المجتهدة. محتوى الوحدة الرابعة عزيز الطالب، كرة القدم، في المخيم، كرة الطائرة، لاعب التنس، نصوص مرئية، حكاية طفل أصبح لاعب تنس ناجحا، قواعد إملائية، الفعل المضارع، أسلوب الطلب، الفرق بين النسوة والمتكلمين، الفاعل، مفعول به، الجملة الفعلية، ألف التفريق، الألف الممدودة والمقصورة، الوصف الداخلي والخارجي، كتابة فقرة تفسيرية، هذا من ضمن التعبير الكتابي. إذا مجموعة من النصوص القرائية، قواعد إملائية، وتعبير كتابي في هذه الوحدة. طاب نهاركم أعزائي الطلاب بكل الأمل والخير، شكرا لكم على حسن الاستماع.